الكلمة الطيبة. مرحبا بكم مستمعينا في الكلمة الطيبة. اليوم نحكيه على اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، حكينا عليه قبل ونعود نرجعوا له اليوم لأنه مرتبط أشد الارتباط بشهر رمضان من جهة، وبالظرف الصعيب اللي نمر به من جهة أخرى. الاسم هذا هو اسم الله الصبور، والصبور هو عظيم الصبر، فالله سبحانه وتعالى متصف بكمال الصبر. ومن أهم مظاهر صبره على مخلوقاته إنه ما يعاجلهمش بالعقوبة، ولكن يمهلهم ويعطيهم فرصة للتوبة والإصلاح. يقول ربي: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى. وعلى هيك قالوا: الصبور هو الذي لا يستعجل في معاقبة العاصين وتأديب المذنبين، والذي لا يسرع بالفعل قبل أوانه لحكمته وعزته وعلو شانه. وإذا نحب نتخلق بالاسم هذا لازم نعرفوا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المعصية، وهذا نوع يخلي الإنسان يتغلب على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء وما ينساقش في طريق الغلط وعصيان ربي، وصبر على الطاعة، وهذا نوع يخليه يتحمل المشقة والالتزام اللي في العبادة والعمل الصالح، وصبر على البلاء، وهذا نوع يخليه يقبل بحكم ربي ويصبر على المصايب ويكون قادر على تحملها وتجاوزها. وفي شهر رمضان نجم نطبقوا هالأنواع الثلاثة متاع الصبر مع بعضهم، خاصة أنه الشهر هذا من أسماؤه شهر الصبر. وسبب التسمية هذه أنه رمضان يتميز عن بقية الأشهر بوجوب الصيام فيه، والصيام كما تعرفوا هو الانقطاع عن المفطرات خلال مدة معينة من اليوم، وهو عبادة قائمة على أساس الصبر والتحكم في النفس وضبط الشهوات. وقيام الليل في رمضان، قراءة القرآن وغيرها من العبادات تعلمنا الصبر والتحمل والالتزام، وهذا الكل يدخل في الصبر على الطاعة. والصبر ما يكونش فقط في العبادة بل في معاملتنا مع الناس زادة، لأن الصائم إذا صبر على الجوع والعطش يلزمه يتعلم زادة يصبر على الناس، خاصة أنه برشا ناس اليوم متوترين وعلى أعصابهم بسبب الأزمة اللي نمروا بها وبسبب طول القعاد في الديار، وبعضهم عنده حشيشة رمضان كما يحب يسميها هو باش يبرر بها أخطاؤه وسوء معاملته لغيره. فالصايم اليوم باش يحقق أعلى درجات الأجر والثواب يلزم يعامل الناس هذم بالصبر، خاصة إذا كانوا قراب له من العائلة ولا من الأجوار. وبالطريقة هذه يكون الصيام فرصة باش نقصوا من منسوب العنف اللفظي والجسدي اللي قاعد يزيد برشا في الفترة الأخيرة حتى داخل الأسرة الوحدة. اسمه معايا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكل صائم، يقول: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. ويقول هو يتحدث على الناس اللي ما علمهاش الصيام الصبر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني ما خذا من صيامه إلا هك التعب والمشقة، ما خذاش عليه أجر وما تعلمش منه الصبر. فالصوم اليوم يعلمنا الصبر على المعصية بدوام تجنبها والابتعاد عليها. لعل برشا ناس ما يعرفوش أنه السب والشتم وسوء الأخلاق معصية يترتب عليها الإثم. وأخيرا رمضان السنة جانا مع أزمة تتطلب منا الصبر باش نحق النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على البلاء. وهكا يتبين لنا أنه اسم ربي الصبور هو من الأسماء اللي تزداد حاجتنا لها اليوم، وكما ربي الصبور معانا ما يعاجلناش بالعقوبة على تقصيرنا، فإنه واجبنا اليوم باش نتعلموا من الصيام الصبر على أداء الطاعة، ونخليه العبادة هذه تأثر إيجابيا في سلوكنا، وتعلمنا الصبر على المعاصي والصبر على إذاية الناس. ربي يرزقنا ويرزقكم الصبر ويعاملنا بفضل الواسع ويقبلنا بعفو ورضاه. كانت هذه الكلمة الطيبة لليوم، شهية طيبة، وإلى اللقاء. الكلمة الطيبة.